وائل رجب، شهيد لقمة العيش الذي راح ضحية العاصفة التي ضربت ليبيا. الكل هنا في حالة حزن وصدمة شديدة. هكذا يتم مواراة جسده الثرى، والكل هنا في حالة حزن شديدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. متواجدين مع حضراتكم أعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان، متابعي ومشاهدي القاهرة 24 في كل مكان، من داخل مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، ومراسم تشييع جثمان الشاب وائل رجب، الشاب الذي راح شهيد لقمة العيش جراء الآثار أو العاصفة التي ضربت مدينة درنة بليبيا خلال الأيام الماضية. الكل هنا، المئات بل الآلاف من أهالي قرية نجع عبد الرسول والقرى المجاورة، جاءوا هنا ليشاركوا في تشييع الجثمان في جنازة مهيبة وحالة من الحزن الشديدة تعم وجوه المشيعين. يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان، وأن يؤجرهم في مصيبتهم، وأن يخلفهم خيرا منها.